Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talib andalusi. Ismi Kuntara Sabirin. Natahaddats 'anil maghrib. Faqad tamayyaz al-mamlakah al-maghribiyyah 'anid dawlah al-'arabiyyah al-ukhra. بأنها بلاد يعني أحسن البلاد في تطبيق اللغات العربية بحيث كانوا يتقبلون ويتحدثون من معنا باللغات العربية الفصحى كما هو المعروف مدينة الفاس هي عاصمة المغرب خصوصا وعاصمة العلم حتى إلى الأوروبا كنت نائبا عن الطلاب الأندونيسي الذين يدرسون بالمغرب قدموا بكل شكر وبخالص التقدير والامتنان إلى هذه الجامعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ونخص بالذكر إلى رئيس الجامعة الأستاذ دكتور عمر صبحي وإلى عميد الكلية وإلى عميد الكلية كلية الأداب والعلوم الإنسانية سايس فاس الأستاذ الدكتور إبراهيم أقدم وإلى نائبي ونخص خصوصا إلى أستاذي الكريمين الجليلين الأستاذ الدكتور عبد الله الغواصلي المراكشي وإلى أستاذ الدكتور سعيد الغبيطي اللذان يقومان بتعليم اللغة العربية بإخلاص ولهذه الأسباب نشكركم جميعا ونسأل الله تعالى إليكم بطول العمر ودوام الصحة وجزاكم الله أحسن الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي أسماء من طالبة التنادين كما تعرفون هناك لا توجد لغة عربية إلا قليلا لذا أتيت إلى المغرب لتعلم لغة عربية وبعض مواد شرعي بإضافة علوم أخرى والحمد لله وجدت كل شيء في المغرب جميل والناس طيبون جدا والدراسة جديدة وخاصة لغة عربية بكلية أدب العلوم الإنسانية سايس فاس رغم كل الصعوبات التي تلقيتها إلا أن أجواء في المغرب وأنستني كل تلك الصعوبات وممارسة كل شعائر الدينية الحرية وأشكر شكرا جزيلا أستاذ عبد الله الغواصلي المراكشي وأستاذ سعيد غفيتي وعامي بكلية أدب العلوم الإنسانية سايس فاس الذين تعلمونا بالصبر واللطف وتشرفت بمعرفة طلبة الإندونيسيين والأتراك والماليزيين والمغرب
وأخيرا كما لا يفوتني بعميق شكري وعظيم تقديري إلى بلد المغرب الذي يرجع له كبير فضلي في مساعدتي طلبتي في مساعدتي جميع طلبتي الأجانب على تحصيل علمي في رحاب جامعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد حزمي بن زبيدي، طالب طريق مدرسي في جامعة سيدي محمد بن عبد الله سايس فايس المغرب. أولا أشكر إلى رئيس الجامعة وأمير الكلية، كلية الأدب جامعة سيدي محمد بن عبد الله سايس فايس، وأساتذة لغة العربية، خصوصا إلى أستاذ سعيد الكفيتي وأستاذ أمد الله العوسي المراكشي. وأخيرا نشكركم على كل المساعدة التي قدمتموها لنا منذ بداية السنة. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمعين. أنا طلبة من تركيا، مصطفى إرجين. جيت أنا هنا أدرس اللغة الإنجليزية. يوم أنا جيت هنا عندي مشكلة اللغة العربية، وشكرا على جامعة السيس، هي أعطتنا اللغة الإنجليزية واليم العربية. وأنا جيت أدرس هنا في مدينة الفاس، هي مدينة العلمية. وأشكر كل المغربي، وأشكر رئيس الجامعة عمر صبحي، وأستاذتين عبد الله مراكشي وسعيد كويتي، وكل طلبة الإنجليزية، وكلهم عاونونا في كل مرة في كل دراسة. شكرا عليهم وشكرا كثيرا.